تالت اسم عايز اتكلم عنه هو اسم ممكن البعض يستغرب من ان انا هتكلم عن هذا النجم الكبير الحقيقه، حسني عبد ربه. حسني عبد ربه اعلن اعتزاله رسميا لكره القدم، وانا الحقيقه بسقف له على الهواء، لان حسني وانا قلت له هو كان بيزعل مني جدا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا او السنه اللي فاتت تحديدا في بعض القنوات الاخرى اللي كنت بشتغل فيها، كنت بقول له دايما يا حسني في وقت لازم تعرف تختار امتى تبطل كوره. وحسني متربي على ايدي، يعني انا كنت بلعب في النادي الاسماعيلي في الوقت اللي هو كان بيلعب فيه، وكان حسني طالع لسه طالع وبيلعب معانا كشاب صغير او ولد صغير يعني او لاعب صغير، وكلنا قلنا ان هو هيبقى نجم. حسني عبد ربه اعطى للنادي الاسماعيلي الكثير والكثير، وايضا اعطى لمنتخب مصر واحد من افضل اللاعبين اللي لعبوا في هذا المكان، وبالفعل قدر يختار التوقيت اللي هو لسه واقف فيه على رجله. حسني عبد ربه لسه واقف على رجله، يعني من السنه اللي فاتت الحقيقه وانا كنت قاسي عليه في بعض الاوقات، ولكن القسوه دي لاني كنت بحبه جدا، انا بحب حسني عبد ربه جدا وبعتز بيه، او بعتز هو اخويا الصغير الحقيقه، فبعتز بان هو اخويا الصغير في حاجات كتيره جدا. فبالفعل هو اختار ان يكون واحد من الجمهور اللي بيشجعوا النادي الاسماعيلي دلوقتي، واحنا هنا في قناه النادي الاهلي، مش في قناه اخرى، احنا في قناه النادي الاهلي، وبنقول ان حسني عبد ربه واحد من افضل اللاعبين في كره القدم المصريه في المركز اللي بيلعب فيه في مركز الديفندر، يستحق كل التقدير، يستحق كل التهنئه. اللي عمله حسني عبد ربه خلال السنوات اللي فاتت سواء مع النادي الاسماعيلي او مع منتخب مصر يستحق عليه كل الاشاده وكل الحب وكل الترحاب. حسني كان محبوب من كل اللاعبين، محبوب من كل المدربين اللي كانوا بيشتغلوا معاه، محبوب من كل الجماهير، حتى جمهور النادي الاهلي بيحب هذا اللاعب المحترم الخلوق، وسمه جمهور النادي الاهلي، وهتشوفوا بقى جمهور النادي الاهلي بعد الكلمتين اللي احنا بنتكلم فيهم دي، او بعد ما حسني اعلن اعتزاله هتشوفوا جمهور النادي الاهلي جمهور محب للناس المحترمه والناس اللي بتفهم كره قدم واللي بتعرف تلعب كره قدم واللي اسعدت مصر كثيرا جدا جدا جدا. حسني عبد ربه افضل لاعب في بطوله امم افريقيا مرتين متتاليتين على ما اتذكر، واحد من افضل اللاعبين في مصر في مكانه. انا الحقيقه بهنيه على اختياره لقرار اعتزاله اللعب، واتمنى ان ما يبقاش عليه ضغوط خلال الفتره اللي جايه وما يسمعش كلام حد. طالما خد القرار بان هو يعتزل اعتزل. اللي عمل زيه او اللي فكر نفس التفكير محمد بركات، بركات كان اعتزل وهو الناس كلها عماله تقول ده لازم يلعب 5 6 سنين، ده بركات ممكن يلعب لغايه دلوقتي. بركات عرف يختار التوقيت الصح، وائل جمعه عرف يختار التوقيت الصح، ابو تريكه عرف يختار التوقيت الصح اللي يقدر يبعد فيه عن كره القدم، عماد متعب قد يكون مجبر في بعض الاوقات ولكن قدر برضه ياخد القرار، كان ممكن يروح يلعب في نادي تاني ولكن حبه واحترامه لجمهور النادي الاهلي خلاه يعمل كده او ياخد القرار بان هو يعتزل. عشان كده انا بقول لحضراتكم حسني عبد ربه انا بحييك على هذا الاختيار، كان من الواضح جدا جدا التفاوت، كانت خبرتك هي اللي بتلعب، ما كانش حد تاني، ما كانتش لياقتك، ما كانتش جريك، لا مش ده حسني، ولكن اللي انا عارفه ان حسني كان عايز يتخذ القرار ده من وقت من فتره طويله، من شهر شهرين، ولكن الموقف اللي فيه النادي الاسماعيلي خلاه يحاول يدوس على نفسه خلال الفتره دي، ولكن حسني اختار الطريق الصحيح في ان يعلن اعتزاله ويصبح واحد من جمهور النادي الاسماعيلي. وانا متاكد ان هذا اللاعب هيخدم النادي الاسماعيلي كتير خلال الفتره اللي جايه كاداري او كمدير فني او كعضو مجلس اداره، ونكلمه بقى ونشتري منه لعيبه الفتره اللي جايه وهو ياخد من يعني، ونقعد بقى ايه تبقى الايام اللي جايه كده. لكن حسني يستحق الحقيقه كل التقدير والاحترام، وهيفيد مصر زي ما قلت لكم، هيفيد النادي الاسماعيلي وايضا هيفيد منتخب مصر خلال او هيفيد مصر او كره القدم المصريه خلال الفتره القادمه. في الحالات اللي زي دي الواحد ما بيبقاش عارف يقول ايه، اهنيه ولا اقول له معلش ولا اقول له الحمد لله، ما بقاش الواحد عارف، على الرغم من ان انا وغيري 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 مرينا بمثل هذه الظروف، ولكن في النهايه حسني عبد ربه اعطى الكثير لمصر كلها وبالتالي يستحق كل التقدير والاحترام.